أجندة مغربية خطيرة لإغراق الجزائر بالمخدرات، مسألة لم تعد خفية، وهي الخطط الخبيثة التي تعمل على تجسيدها أجندة مخزنية بحماية المخابرات المغربية باعتراف مهرب المخدرات المغربية المسمى عبد الغاني شناء والموقوف ببشارة، ما يكشف خطورة نوايا صاحب مقولة اليد الممدودة محمد السادس لضرب الجزائر في عمقها. هذه الاعترافات جاءت اليوم لتؤكد بأن الجزائر تواجه حربا ممنهجة في إطار إغراقها بالمخدرات واستهدافها بهذه السموم من خلال استخدام محاور مختلفة، الهدف منها هو ضرب الاقتصاد الوطني، هو استهداف المجتمع الجزائري. الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي لسنة 2023 تكشف عن إحصائيات تشير إلى توقيف أكثر من 2700 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال أكثر من 500 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، معطيات تترجم حجم الجرائم التي تحاول الرباط المساس بها الجزائر. أعتقد بأن أولاً الجزائر مدركة لطبيعة هذا المشروع وطبيعة كذلك هذه الموجة من الاستهداف، ولذلك نحن نلمس النتائج من خلال ما يتم حجزه من هذه السموم، ومن خلال كذلك تفكيك الشبكات التي تشتغل على تهريب هذه السموم، وبالتالي الجزائر يتضرب بيد من حديد على مستوى المقاربة الأمنية. الجزائر تفضح للعالم جرائم المخزن العابرة للقارات عبر إنتاج المخدرات وتسويقها بهدف المساس بالأمن القومي الوطني بطريقة مباشرة علنية وبرعاية القصر الملكي.